نانسي عجرم تتصدر غلاف النسخة العربية من مجلة هاربرز بازار لعدد شتاء 2022 الموجهة إلى المملكة العربية السعودية. نايومي كامبل الوجه الإعلاني للكابسول كولكشن يلي تعاونت فيها علامة تودز مع مونكلير وبالم أنجلز. درة زروق تختار فستان أبيض وأسود من علامة أزياء بينكو أثناء تكريمها من مهرجان السينما الفرنكوفونية بالقاهرة. محمد صلاح يظهر بإطلالات من التشكيلة يلي تعاون فيها دار جوتشي مع أديداس في آخر جلسة تصوير له. إليسا تظهر بفستان أسود جلدي من تصميم إليساب أثناء إحيائها لحفل غنائي في دبي. سكارليت جوهانسون وأنري جولدينغ نجوم الحملة الدعائية الأخيرة لعلامة مجوهرات ديفيد يورمان الخاصة بفترة الإجازات. إيمان همام وشقيقتها عائشة تتصدران غلاف النسخة العربية من مجلة فوغ لعدد شهر ديسمبر 2022. دامي لوفاتو تطل بفستان أبيض وأسود مع جلوز من هيلسي أثناء حضورها اليونيسيف غالا. دار مجوهرات شوباري يقع اختياره على مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصرفي لتكون سفيرته في المملكة العربية السعودية. محمد التركي الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي يتصدر غلاف النسخة العربية من مجلة جي كيو بعد اختياره كواحد من أفضل الرجال لعام 2022.